العدوان على سوريا لم يتوقف إطلاقا منذ 7 سنوات، أخذ أشكال مختلفة ومتعددة، تارة في دعم الجماعات المسلحة وتارة في التدخل الأمريكي والضغوط الأمريكية والتدخل السافر لبعض الدول الإقليمية على رأسهم تركيا طبعا وبعض الدول العربية للأسف الشديد مثل السعودية وغيرها. ما حدث ليلة أو صباح هذا اليوم هو يقلق ويخيف بنفس الوقت، يعني يجب أن لا نستهين وأن لا نستكين. هناك في غدر ما، يعني من تصريحات المسؤولين الأمريكيين يتضح أن هناك ضربات ستأتي لاحقا، يخشى من هذا الشيء، لذلك يجب أن نستنفر وأن نكون مستعدين لتلقي ضربات جديدة. شو ممكن يعني ملف الكيماوي ملف جاهز؟ إن هناك شروط تعجيزية من التحالف الدولي ضد سوريا، أولها إعادة مفاوضات جنيف على أسس مختلفة، يعني أن نقبل بشيء غير موجود وغير متفق عليه سلفا. والشيء الآخر والأخطر أيضا هو إعادة كتابة الدستور بطريقة مختلفة. نحن نعلم تماما كما دول العالم ذات السيادة أن الدستور يكتب من قبل الشعب، يكتب من قبل الشعب السوري تحديدا. إعادة الانتخابات الرئاسية، وهذا بند كتير خطير جدا، لأنه هن بيحاولوا يركزوا من خلال هذا البند على التغييرات ممكن أن تحدث في المستقبل، ولكن هناك في إرادة في يعني الرئيس منتخب والشعب يريد هذا الرئيس، لأن هذا الرئيس صمد وهذا الرئيس قدم الكثير لسوريا. فهناك في شروط تعجيزية الحقيقة، وعلى رأس هذه الشروط هو إعطاء الحق لبعض الجماعات الإرهابية في الوجود في الحكومة السورية، وهؤلاء يديهم ملطخة بالدماء، لا يمكن أن يكونوا جزء من هذه الدولة.